طيب اليوم محاضرتنا فيها انتروداكشن عن ايش هو الناتشرال لانجويج بروسيس، وهذه انتروداكشن عامه شامله مش في موضوع معين في الناتشرال لانجويج بروسيس. منين في المحاضرتين الجايات او في المحاضرات اللي بعد هيك حيكون في شيء متخصص. تذكر المحاضره هاي مسجله على الموقع. ها اللي بدنا ناخذه شو هو ال NLP Natural Language Processing Applications، وين الانتليجنس في الموضوع. حناخذ ال Ambiguity يعني اللي الغموض، مستويات الغموض في اللغه لما نيجي نعالج اللغه، وحناخذ شيء هيك سلايد صغير عن Language Models. في ناس بسموه Computational Linguistics مش Natural Language Processing، بالعربي بنسميها اللسانيات الحاسوبيه. طيب شو هي التطبيقات اللي انتو عاده بتستعملوها في حياتكم اليوميه اللي فيها ناتشرال لانجويج بروسيسنج؟ وبتعرفوش قديش الشركات الكبرى بتعمل منكم فلوس؟ ف شيء الابلكيشنز اس ام اس لا شو جوجل ترانزليت طبعا جوجل. قديش انت بتستعمل تطبيق لجوجل في اليوم؟ مايكروسوفت ياهو اقل الايام هاي. كل هذول ما الشركات معظم شغلها معظم البزنس تبعها على ايش؟ على ناتشرال لانجويج بروسيسنج. فبنحكي على الشركات الكبرى بعالم الاي تي معظمها تركيزها موجود في الناتشرال لانجويج بروسيسنج، فلوسها جايه من هذا الموضوع. لما بدك تدور على شغل تعمل سيرش، ما بعرفش فلسطين بجوز فيش لنا بورتلز مرتبه، بس برا تركب بورتل تدخل عليه هو سيرش انجن للجوب سيكينج، تحط بيورجي لك مثلا برام الله شو البوزيشنز المعروضه، وبجيب لك كل السلع وبحلل لك وبتعطيه السي في تبعتك، وبقدر هو حتى الحامل يتوقع لك هني البوزيشنز اللي بتقرف لك و و و. فكل هاي المواضيع برضه فيها ناتشرال لانجويج بروسيسنج. الجوجل ترانسليت، البابل فيش كمان، ففي كثير خلينا نقول ماشين ترانسليشن. هاي اشياء بستعملها بحياتنا اليوميه. لما انا استعمل فيسبوك في والبلوكس الثانيه وتويتر الايام هاي، ففيها كثير اجزاء برضه جاي فيها كومبوننتس في الناتشرال لانجويج بروسيسنج. البزنس انتليجنس، في حدا منكم اشتغل في بزنس انتليجنس تولز او سوفت ويرز؟ معظم الشركات اللي عندها داتا بيسز عامله تولز في الداتا مايننج ومواضيع يعني فوق الداتا تبعتهم عشان نطلع انتليجنت اجريجيشنز انتليجنت كويريز والى اخره والى اخره. فخلينا نقول الاي تي في عالم مثلا لانجويج بروسيسنج، هلا بنشوف احنا تطبيقات في هذا الموضوع، بس هذا الموضوع اللي بقول لكم اياه معظم التطبيقات تستعملوها يوميا، قسم كبير جدا منها هي الكومبوننتس الاساسيه فيها ناتشرال لانجويج بروسيسنج، وفلوس الشركات الكبرى جايه من هون. فبنصير ننتبه هلا بعد هذا الكورس، بنصير نعرف كل هاي الاشياء وين تعقيداتها وشو فيها. هلا معظم الافكار اللي في الناتشرال لانجويج بروسيسنج على فكره ما اجت من الشركات مباشره، معظمها اجى من الجامعات، ومعظم حتى الشركات الكبيره بعد ما طلعت من الجامعات كمان عندها ريسيرش لابس. فهذا موضوع بحثي يعني نشيط جدا جدا سواء كان في الجامعات او في الشركه. هلا ليش بدنا نشتغل الناتشرال لانجويج بروسيسنج، او من وين صار موضوع الناتشرال لانجويج بروسيسنج مهم؟ زي ما بنعرف انه ما كناش زمان خازنين وناشرين كل بيانات مؤسساتنا. اليوم احنا يعني بكون انسان مش شاطر اللي ما بحطش كل شيء على الويب سايت تبعه، اللي بيعملش. فصار في عندنا اليوم داتا مهوله جدا سواء كان ستراكشر او ان ستراكشر، يعني حتى الانستراكشر الكتب كلها المكتبات كلها ديجيتايز، كل شيء صار شير. فصار في عندنا
كثير معلومات على جهازنا، حتى في فايلات كثير، واسترجاع حصار ها بده ناتشرال لانجويج بروسيسنج كومبوننت. في عندنا ابلكيشنز كثيرة عشان نعمل يعني بروسيسنج معالجة لهي الداتا، سواء كان بدنا وي نيد تو اندرستاند تو ريتريف تو ترانسليت تو سمرايز هاي الداتا. معظم التطبيقات مرات بدورش فيها، يعني لو جينا قلنا الادرس فوق بجوز تقول ما فيش فيه ذكاء كثير، ولكن الايام هاي صرت في كثير جوانب فانكشناليتيز في الادرس بوك تبعنا صار فيها، صار بدها ذكاء صناعي زي ما كنا، بدل ما ادور على احمد همزه واحمد بدون همزه والتهجئات كلها هاي، او جزء ادرس بوك ذكي انه بجيب لي الكونكشنز، يعني الناس اللي بيعمل اوتوماتيك جروبينج للادرس بوك تبعي اذا كبير و و و، ففي كثير، او صورتي بجيب لي صوره وبظبط الصوره عشان اعملها حلوه او او، ففي يعني حتى التطبيقات الايام هاي في غالبيتها فيها يعني حتى اللي ما بنسميهاش تطبيقات ذكاء صناعي او في شيء فيها ناتشرال لانجويج بروسيسنج، فيها جوانب كثيره بدها ناتشرال لانجويج بروسيسنج. هات نشوف مجموعه قصيره من التطبيقات او الفانكشناليتيز اللي بدنا نسميها اللي فيها ناتشرال لانجويج بروسيسنج. في عندنا الكلاسيفايرز اللي بعطيه الدوكيومنت وكل هاي رياضة، هاي طب، هاي دين، هاي سياسي، هاي 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 هاي. وعلى فكرة هاي يعني كثير مهمة هذه، حتى نقدر بناء عليها نكرر شو نسوي. في عندنا الانفورميشن ريتريفال، انه في عندي بدي استرجع، يعني انا بدي الفايل اللي كتبته اول العام عن الموضوع الفلاني، وانا بدي فيه مثلا 200 جيجا فايلات وشو بدهم، او بدي شيء على الانترنت او. ففي عندنا انفورميشن اكستراكشن، لو مثلا انا بدي اخذ قناه الجزيره واخذ فيها كل الارتكلز اللي انكتبت، وتروح انت وتطول لي كل اسماء الناس، تقدر هذا تطبيق مش داخل لكم تسوي الابلكيشن هذا بدي تكتشف لي كل مثلا ممكن برد كلمه مصطفى جراد، بدك تعرف انه هذا شخص الماشين تبعك، يعني بدك تكتشف لي كل اسماء الناس اللي ورده في الارتكلز، تقدر؟ ما لكم سالفه تقدر؟ في شيء زي هيك مثلا رويترز بيعملوا مشترين تايب، هاي بنسميها نيم انتيتي ريكوجنيشن، او اسماء المدن، او اسماء الاحداث، حرب ايلول، انتفاضه 87، اولد مش عارف، اسماء الاحداث، وهرم مجرد اسماء الشركات. طبعا في تعقيدات بالانجليزي، بجوز في اشياء بنبدا فيها بالكابيتال، بالعربي فيش انا كابيتال، بس في اشياء، في طرق، في افكار، في لازم هاي مثلا تشكل تنحل. المشين ترانزليشن كلكم بتعرفوا شو المشين ترانزليشن. كويستشن انسرين، كويستشن انسرين هي كثير تلزم عشان مرات نعمل تطبيقات، يعني مثلا انا بدي احجز تذكره في السينما، الو بدي اتصل بترد علي المشين، انا اسمي فلان، بدي اعرف تحول اسمي لكتابي تسجله، تسالني اي ساعه بدك تيجي، بقول لها الساعه كذا بيجي معك واحد ثاني، بناء عليه فهي كويستشن انسرينج، يعني هي اذا تقدر تفهم علي. هاي التطبيقات برضو من هالسيري بتاع الابل، يعني في كثير كويستشن انسرنج، ففي كثير تطبيقات على الكويستشن انسرنج. في انا سمرايزيشن، بدل ما انا اقرا كل الارتكل، يا ريت هيك لو واحد يجي يقول لي خذ بس اقرا الباراجراف هاي والجمله هاي والجمله هاي والجمله هاي، فيها هاي في بروجرس عالي جدا، في كثير اشياء تطبيقات تعطيها الارتكل كمان انها سمعها. في سنتمنت اناليسيز، بتعرفوا شو سنتمنت اناليسيز؟ سنتمنت اناليسيز يعني مثلا عندنا مثلا بدكم تحجزوا فندق،
تروح على الويب سايت. هلا بتقرا عاده انت الريفيوز مش مكتوب مزبوط؟ مزبوط؟ مش تقرا الريفيوز؟ شو بس تفرض انه على الفندق هذا في 2000 ريفيو كان معمول سكور سكورينج انه هذا مثلا 8.2 هذا 7.3 هذا تخيل انه ماشين تعطيها كل الكومنتس وهي الماشين تحدد انه هاي بكت الكومنت ايجابيه ولا سلبيه ولا نوتر مش سهل خفوش على فكره في عندنا مشروع الجامعه او مثلا جزء حدا يروح مثلا ياخذ موضوع سياسي مثلا مع الحرب ولا ضد الحرب او مع السيسي ولا ضد السيسي واحد هيك يعمل برنامج ويشوف اراء الناس عن مين اكثر شيء اكتف هل الناس مع ولا ضد وبسرعه يعني هاي المشين تعملها بسرعه في عندنا سبيتش بروسيسنج انه انا احول النص لصوت وحول الصوت لنص او في تطبيق حلو على فكره انك تحول يعني الكمبيوتر يقرا لك يعني يقرا لك ايش تكست بيطلع لك صوت او العكس يعني انت مش تخبر اها ممكن يستعمل تكست تو سبيتش يعني بقرا بقرا تكتب العربي مع الحركات كلياتها بقرا هلا انا عجبني مش عجبني عجبني يعني ضحكني وبكاني في 2001 في مؤتمر الـ ACL التقيت في بروفيسور يهودي بالتخنيون كان جاي بيعطي ارتكل عامل 40 ساعة تسجيل مكالمات لناس من الضفة الغربية من عدة مناطق 40 ساعة يعني رزميات الناس وأول ما واحد بلش يحكي بكل كهرة من جنين ففي مواضيع كثير لها علاقه في الـ OCR شو الـ OCR بطول التكست بيعمل ريكوجنيشن للتكست بكل الصوره في عندنا سبيلينج تشيكرز جرامر تشيكرز الاوتو فيلينج ال 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 عيب وتكلمش حد بتكفيش حد وانت قد ما في تطبيقات في المواضيع هذه هلا الناتشرال لانجويج بروسيسنج والانتليجنس تبعته عشان اوجهكم على المشكله هلا لو عندنا لانجويج زي السي او الجافا نقدر نعملها بروسيسنج يعني في الجافا نقول اف ذن طيب فالجافا هون هاي اللي بينها ارتفيشال لانجويج ارتفيشال لانجويج يعني الجرامر تبعها معرف 100% صح؟ فلو اعطيتني اياه وقلت لي اعمل لي بارسنج لانه بسرعة بعمل لك بارسنج بس إذا كانت اللغة طبيعية اللي الناس بتحكيها يعني ستراكتشر تبعها كثير صعب ومعقد فما بنقدرش هلا بشوف شوي أمثلة ففي صعوبة كبيرة جدا ل إن نعمل له أوتوماتيك بارسنج أو نعمل له نسميها أندرستاندينج أو جنريتنج حتى اللغة لانه في كثير خيارات اكل قتل خالد محمدا وقتل محمدا خالد ومحمد قتل خالدا وخالدا قتل محمد عده وبعدين رايت نغم بالنظاره نظرت ولا نظرتها انا مو مقصود ففي كثير غموض هلا شو في امثله في كثير غموض صعب علينا ان نقدر نتعامل ونفهم اللغه الطبيعيه اليا هلا اليا اما ناتشرالي كناس لو بنفهمش بعض كان ما بنقدرش نحكي مع بعض فالانتليجنس او اللي بدنا اياها من الكمبيوترز بدنا اياها تو بي ايبل تو بروسيس تو انلايز تو اندرستاند وتو ليرن و و و و ناتشرال لانجويجز از هيومنز هذا الجول بعيد جدا تبع المواضيع زي ما قلت لكم في بدايه المحاضره انه معظم الالغوريثمز اللي لها علاقه في ناتشرال لانجويج بروسيسنج هاي معظمها ستاتستيكال مش يعني مبنيه على تعتمد على الاحصاء والاحتمال
هلا زي ما قلنا كمان انه هيستوريكلي في مرات هاي اهميه المواضيع هاي بتزيد وبتنقص. بالايام هاي من اول 20 سنه يعني بجوز هلا احنا يعني في طب او في يعني البيك في فتره انه اهتمام بمعالجه الغابات الطبيعيه في غرب الايام هاي. وبخفاش عليكم انا من اللي بيهتموا اكثر ناس في المواضيع هاي، هم اللي بيصرفوا عليها، هم اكثر ناس معنيين، اكثر جهات معنيه، اجهزه المخابرات طبعا. ولا هم بدهم واحد يتنصب على التليفون تبعتهم؟ لا، هم ماشيين بالنص، بدهم ماشيين اللي يحط مثلا 20,000 واحد يعطيها اسمائهم وارقام تليفوناتهم، وكل ما بيحكوا تتسجل تتحول التسجيل لنص، والنص اذا وردت فيه كلمه كذا نو، اذا ما وردتش خلص ناش تسجلش، الغي التسجيل يعني تخزنوش وكمل. وبعدين بعد ما كل مكالمه اوتوماتيكلي تتحول على دائره معينه، يعني دائره معينه، فكمان في كلاسيفيكيشن و و و و و الى اخره. الداتا ممكن تستخدمه انه تعمل كلاسيفيكيشن للسنسيتيف داتا بحيث انه يصنف وبناء عليه ياخذ اكشن، بناء عليه ياخذ اكشن. هسه بنفس الوقت موست اوف ذا بيج كومبانيز ناو ديز ار انترستد ان ناتشرال لانجوج بروسيسنج، وفي كثير تطبيقات عن جد الحياه العمليه خاصه بعد الانترنت بعد الموبايلز. يعني احسن فكره انه جوجل، واحد من جوجل حكى لي انه بتروح هلا بتصور المنيو باي مطعم بالسين وين ما انت، بس صورها انت بس بتشوفها بلغتك اللي بدك اياها. يعني بتروح على الصين بقول له بعطيك المنيو الصيني بتصور، هاي هو مضبوط انت بتصور بصير تكست ريكوجنيشن ها والتكست بترجم، فانت بتشوفها بايش؟ بتشوف المنيو بلغتك. وفي كمان نظارة فيش داعي أصورها على جوالي بأيام هاي، في نظارة يعني أنا كنت أطلع على العالم وبشوفه بلغتي بلغتي. فإحنا رايحين في اتجاهات فيها حتى أشياء فيها كثير ساينس فيكشن. في تغيرات الملابس يعني حتى في محلات الملابس تدخل الحلو بعطيك القياس بعطيك، يعني أنا بس بهذا أشياء أخرى. في ملابس ذكية، بس أنا بركز هلا على النشر على النشر اللي عم بيصير. في دكتور عرض قبل أسبوع أنا شفت الفيديو تو موبايلز، أنت تحكي بلغتك وقبالك مثلا واحد صيني معه نفس الموبايل نفس ال وبترجم بينكم ترجم مباشرة، ففيش داعي إنك تكتب ترانزليتر معك، فيش داعي تكتب ترانزليتر. هلا بعد نشوف كيف الكمبيوتر بشوف التكست، شو هذا التكست عبد الفتاح؟ بتعرف تقرا لنا إياه؟ مش فاهم علي؟ هلا الكمبيوتر بشوف التكست اللي بتكتبه بطريقه ماهر وما بفهم شو هذا بالنسبه له. يعني انت بتقول ذهب الولد الى المدرسه هو بشوفها هيك ولا بعرف ايش. فبيبون هاف نو ترابل تو اندرستاند لانجوج لانه في كومن سنس، الكمبيوتر ما عنده كومن سنس. في ريزنينج كباسيتي عندك انت، وفي عندك اكسبيرينس. انا ما بقول لك شيء بقول لك لعنة الله على المحتل. عم يصدق من هون؟ اسرائيل. طب انت ليش هيك قلت؟ طب هي كلمة محتل، ما هو انت كمان محتل هون صح؟ سمبل اسم مفهوم نفس صح؟ طب ليش انت عرفت انه انا بقصد هذا؟ لاني فلسطيني وبني انا خاطر لاني قلت على الله. فانت عندك استعملت الاكسبيرينس والريزن الكباسيتي تبعتك حتى تقدر تفهم علي. هلا بالنسبه للكمبيوتر هذا مش موجود انت هلا في هلا نشوف اكثر من مستوى من التعقيد. طبعا احنا ما بنحكيش على السبيتش، بنحكي على الاشياء المكتوبه. ففي عندنا في عندنا الليفل اللي بنسميه الفونولوجي مورفولوجي سينتاكس سيمانتكس. الفونولوجي اللي هي تو مثلا سائل وصاد،
اللي هي على مستوى الصوت، مش بس الصوت، الحروف شو علاقتها مع بعض. فهل هذا الفونولوجي؟ المورفولوجي العين الصوتيات. لا هذا مش بس الصوتيات الفونولوجي، نعم. واللترز والبنكتويشنز كيف برونسيشن 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 طريقة الكتابة مش بس برونسيشن واللترز والبنكتويشن. هلا في عندنا المورفولوجي اللي هو التصريف. انا كان عندي child children book books، هاي بالعربي كتاب، يعني انا الكلمه واشتقاقاتها وتصريفاتها و هذا قبل القواعد، قبل ما نحكي عن حتى القواعد. هذا التصريف. في عندنا الجرامر، السنتكس والجرامر، يعني هاي structure of words، هاي كيف السنتكس مكون من words. فمن هو رأيته بالنظارة؟ هي نظارة بقصد لما رأيت فكانها بالنظارة بقصد نظارة لو رأيته هي جعلات النظارة لو رأيتها أنا من خلال نظارتي أنا. فهنا الكمبيوتر خليفة. عندنا السيمانتكس، كل كلمة باللغة لها أكثر من معنى. فأنا لما بقول جدول بقصد جدول آز يعني مصفوفة بيانات، ولا بقصد جدول كمهر صغير؟ ها؟ حسب السياق. هلا أنت حسب السياق إحسان الكمبيوتر. أنا اللي بدي أورجيك إياه إنه في مستويات من التعقيد. هلا dealing with all of these levels of ambiguity in natural language processing really very very complicated. هات نشوف السينتكس بروبلمز. فبنقول the dog ate my homework. ايه لما نسمعها نضحك مظبوط؟ وين فيها غلط؟ من ناحية السينتكس لا. يعني من ناحية السينتكس لا. كيف ممكن اللي بقوله هون انه من ناحية السينتكس يعني the important thing when we analyze analyze يعني الجملة عشان نقدر نحدد نسميه part of speech، يعني في ناس بسميها تعريبها part of speech، مش الإعراب اللي بنقصده، هو إنه نعرف أنو النام أنو الفير أنو النام أنو في الجملة. هلا هذا إذا بنسوي على فكرة مرات بيساعدنا إنه مرات يعني لما أقول the dog ate my killing my killing، ومرة the dog ate my my killing. killing هون verb مزبوط تجيشنا صح. فلو إنه كان يعني قصدي أقول هي صح، أنا السينتاكس هاي جملة من ناحية سنتك صحيحة، بس مرات في بعض الأغلاط ذات العلاقة بالمعنى ممكن أنا أكتشفها من وين؟ من السنتك. كيف؟ لما بقول the dog ate my killing، killing is يعني لما أجي أعربها the dog now ate verb killing verb، فبتيجي verb بعدها verb؟ لا. معناته انا بقدر اكتشف بدون ما افهم معناها. لو واحد قال لي ناون فيرب فيرب بقول له اوه بتجيش جمله زي هيك من طريق من باسلوب السنتكس. هلا طريقه تصريف الجمله بالطريقه هاي، هلا بنشوف امثله كمان. شو الناون وشو الفيرب هاي نسميها تاكس بارت اوف سبيتش تاكينج. فالبارت اوف سبيتش تاكينج اللي هو بيقدر حدد الناون والفيرب الى اخره في الجمله. طبعا هل في بعض السبيتش تاجرز للولي مثلا الانجليزي؟ وباكيورسي عاليه جدا جدا. للعربي فيه بس اتوقع انهم ضعف. هلا بصفي كمان مشاكل اخرى. طبعا البارت اوف سبيتش من احد مشاكل البارت اوف سبيتش، من احد المشاكل اللي البارت اوف سبيتش مرات بيقدرش يحلها، بيقدرش يعرف انه ماذر ان لو او هوت دوغ انها كلمه واحده، هذول هاي كلمه واحده هاي كلمه واحده.
بده يروح بصير يصرف هاي ويرد وكمان وهاي وهاي، بس هم لازم اخذهم ايش؟ كلوك وحاجه عشان يلوك. طيب انا بنشوف بارت اوف سبيتش تاجيب مثال عليها، فاسيوم انه عندنا سنتنس موجوده في لانجوج ايه، عندنا جمله بلغه معينه، وانه في عندنا جرامر، الجرامر جي الها جرامر، انه يعني الجي هاي طبعا لا لا ال، فا given اس ان جي عندنا سنتنس وعندنا الجرامر تبع هاي اللغه، وهات نعمل البارسينج تري، هات نعرف او نصرف او نعمل تاجينج لهاي الجمله. جون لافز ميري. نعم هلا جون لافز ميري، هاي ايش هاي؟ نعم نعم ها وها نعم. هلا هلا هاي بما انها انتهت هاي بنسميها ناون فريز خبص. بعدين هاي برضه ناون فريز صح؟ ما هو لانه ناون فريز يعني ممكن تكون اكثر من كلمه، يعني ناون ناون فريز جمله اسمية بالضبط او شكل، يعني هي مش شرط تكون جمله فريز مش سنتنس يعني. ف هلا هاي شو هاي جمله؟ بدناش نسميها جمله يعني الشفة هاي فعليه، هذا السيجمنت فعليه، فمكونه من فعل بعد اسم، هاي الفيرب فريز. هلا الناون فريز بكون مكون من ناون فريز يليها فيرب فريز، نو ممكن ما فيش حاجه، بس هلا هاي الرولز هاي اذا انت بتعمل بارس للغه الانجليزيه كلها تكتشف في رولز، على فكره في يعني بنسميها التري باك فيها البارت اوف سبيتش تاجنج باترنز او رولز لكثير لغات منها الانجليزيه، يعني لانه ليش؟ هذا راح جابوا قوس عالي جدا واكتشفوا شو الانماط، فقالوا اوكي بيجي دائما جمله اسميه بيكون بعدها جمله فعليه، جمله فعليه تتكون من جمله اسميه وبعدين فعل بعدين كمان جمله اسميه، فهذول الرولز موجودات نقدر نعمل بارسينج عليهم. فهذا الكلام بيساعد الكمبيوترز انه برضه يقدر يجاوب اسئله، هو لافز هو مثلا، هو لافز او هو از لاف، نقدر نجاوب لما نبكي مصرفين الجمله بهاي الطريقه. في طريقة ثانية للبارسينج، مش يعني هذا اللي قلت لكم اياه برضه سبيتش تراكنج، هذا عبارة عن بارسينج للتكست تو اندرستاند ذا ستراكشر اوف سنتنسز. في نوع ثاني ممكن نفهم فيه الستراكشر تاع الجمل بنسميه شالو بارسينج. شالو بارسينج شو يعني شالو؟ سطحي يعني ما بدخلش جوا، فهو بس ايش؟ لما اقول جون لابس ميري بيقدر يقول لنا انا السبجكت وانا هو البريدكت، يعني بيكونش معني يفهم كل تفاصيل الجمله، بكون معني يفهم هذا نوع اخر من، ففي عندي هون يعني ايدنتيفاي بيسك ستراكشرز از هاي النون فريز هي السبجكت وهاي مثلا هي البريدكت، هذا الشالو بارسينج. طيب كمان اشياء ذات علاقه بالسنتكس، فبقول رأيت الرجل، هذا مثال استعملناه، رأيت الرجل الجالس بالنظارة أو طلبت الأم من البنت تصفيف شعرها. شعر مين؟ البنت أو الولدين. فهاي أنا فور ريزوليوشن يعني اللي هي الضمير، وكان الضمير أو شو بسموها؟ اللي 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 العودة على مين؟ يعني هاي the dog entered my room it scared me. أنا هو scared me؟ dog ولا room؟ الكمبيوتر it ولا room؟ بعرفش. فهاي مثال كمان، رأيت رجل جالس بالنظارة، نظارة مين؟ هاي طلع
طلب الام من البنت تصفيف شعرها. شعر مين؟ فمعالجه هذه القضايا كثير كثير مهم. او من التحديات اللي تواجه عاده تصريف او التحليل اللغوي. مش نطبق احنا هاي لما بقول عمر شفت الطاولة؟ اشتريت الطاولة؟ خدمت الطاولة؟ أنا كل مرة كل واحدة من هن لها معنى كانت تختلف. لما أقول لك خدمت الطاولة عمر خدمت الطاولة؟ ممكن يقول Did you serve that table؟ Serve that table؟ سير أنت ما بتخدمش الطاولة هاي اللي قاعدين عليها. طبعا هاي أول أول معنى للطاولة إنه الناس اللي قاعدين حوالي الطاولة نسميهم طاولة. لما نقول شفت الطاولة مثلا في التيبل إذا كانت في إنجليزي على فكرة كمان تيبل تيجي تيبل داتا ستراكشر اللي هو بنسميه احنا جدول. ف باي ذيس تيبل أو سيرف ذات تيبل أو سورت تيبل هذول كل واحدة منها كل واحدة هنا أو كل تيبل هو في كل مرة لها معنى مختلف. فهي نسميها بروسن. بروسن يعني تعدد معاني الكلمة. على أي حال هاي الأشياء اللي بتواجه مشاكل المشاكل لما نيجي نعمل بارس. How to learn the meaning of words؟ هل نروح على قواميس ولا نروح على الويب نت؟ هل نستعمل statistical methods عشان نقدر نخمن شو أنه معنى من هاي المعاني المقصود نسميه word senseless ambiguation بالله. بعرفش احنا نتعلم عادة المعنى ولا ما ولا احنا بنكتشفه ولا بناخذ من القاموس. انت لما تتعلم اللغة انت بتروح القاموس بتقول معناها وبعدين بتصير تستعمله ولا العكس؟ ولا انت تتعلم اللغة المعنى كلمة من عدة مرات تسمعها من الناس؟ في مرات اثنين هلا بنشوف. فلين from previous experience training to classify new data sets على اي حال. طيب هلا في language models ان عشان نتعلم عشان نعالج اللغات ففي عندنا different approaches او different language models. هل نستعمل rule based زي ما قلنا؟ هل نروح على التريم وهذا ونعمل تصريف وبارسنج بناء عليه؟ هل نطول المعالج المعجم وهذا هو؟ ولا statistical بس نعمل احصائيات على التكست الموجود عندنا؟ في approaches هايبريد شو يعني؟ حاول تدمج من هون ومن هون والى اخره. فالمحاضرات القادمه حناخذ هذول الطرق. في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ طبعا احنا الصعوبات اللي احنا بنحكي عنها هاي يعني احنا من خلال هذا الكورس بعدين بنوجد لها حلول؟ في اشياء في اشياء حتى لو اكتشفت حل حنعقد لك اياه لانه ما فيش حل كامل. يعني بس في هذا الكورس حيكون عندنا مهمة كبيرة بأن ندور على حلول، نستكشف حلول ونستكشف مشاكل بطريقة أعمق. هاي بس أحميكم عن إيش هو الناتشرال لانجويج بروسيسنج. يعطيكم العافية.